بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بكلمكم الوقت من على شاطئ قرية بعتبرها من أكثر مواقع القرى عبقرية في جمهورية مصر العربية، من القرية اللي أنا ساكن فيها. طبعا زي ما انتم شايفين أنا بكلمكم من جنب شاطئ النيل. القرية بتقع على شاطئ النيل مباشرة من ناحية الغرب، وبيفصلها عن مصب نهر دمياط حوالي من 10 كيلو، ممكن تزيد أو تقل. طبعا زي ما انتم شايفين هذا مركب صيد. المركب صيد طبعا أعتقد إن هو رايح يخرج من بغاز دمياط يصطاد في البحر الأبيض المتوسط، لأن نهر النيل فرع دمياط ده بيعتبر زي مرفأ أو ميناء لتموين السفن، سفن الصيد أقصد يعني اللي هي مركب الصيد. زي ما حضراتكم شايفين ده برضه مركب صيد برضه هوني، يعني بيعتبر فرع النيل ده قدام قريتي يعتبر مرفأ. أما اللي في الآخر هناك دي مركب سياحي للجولات والرحلات، وده جزء من قريتنا، وده جزء من قريتنا الجميلة. زي ما انتم شايفين معظم الأماكن تحت كافيتريات، وده الطريق الموازي لنهر النيل. وزي ما حضراتكم شايفين ودي برضه مراكب الصيد، أما اللي في الآخر خالص ده يعتبر قارب للفسح، فسح المصطفين. في الناحية الأخرى المقابلة لقريتنا زي ما انتم شايفين دي كازونهات منطقة الجربي السياحي اللي هي بجوار راس البر، وأعتقد معظم المصريين جو فيها. القارب اللي هناك ده قارب للفسح يعني بس.